رجعنا معاكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في فضائل شهر رمضان الكريم، ونجدد التحية بفضيلة الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بنجدد التحية بحضرتك مرة تانية. أهلا أهلا وسهلا. طيب نروح نشوف الناس قالت في الشارع إيه عن فضائل شهر رمضان، نرجع نكمل مع حضراتكم على طول. اولا الصيام ركنين، الركن الاول النيه، ولازم يكون النيه صادقه ومتعمده، وتاني ركن هو الامساك عن المفطرات، يعني اللي هو زي الالفاظ السيئه، الافعال اللي هي ربنا نهى عنها وكده. يعني عشان صيام يتقبل المفروض ان انا ابقى مهتمه بالصلاه، وان انا اصلي الصلاه في مواعيدها، اختم القران اكثر من مره، اعمل جهد، ما اقعدش ما اتحركش عشان انا مثلا تعبانه، لا المفروض ان انا اتحرك واعمل جهد عشان الثواب بتاعي يبقى اكبر. لازم اقوم بكل الطاعات اللي بيامرنا بيها ربنا، وطبعا بنمنع الغيبه والنميمه بالصلاه وقراءه القران. اول حاجه طبعا الصلاه في وقتها، تاني حاجة احنا ما ينفعش ننام لحد المغرب والواحد يقول انا صمت كده. اول حاجة الصلاة تمام في وقتها، تمام، وانا ابقى اعمل خير، ما طبعا والزكاة، وان انا اصلي طبعا في جماعة. بيصوموا وبيصلوا وبيحاولوا ما يشتموش ويحلفوا كده، وتلاقيهم بيقروا في المصحف كتير. موضوع الصيام هو مش صيام اكل ولا شرب فقط، لا، هو موضوع صيام عن كل شيء او كل فعل خبيث ممكن تعمله في يومك. في مبطلات صيام صغيره هي اللي المفروض الواحد يتجنبها، زي مثلا النميمه، الكلام، ان انا افضل طول اليوم اتكلم عن حد واجيب سيره الناس وكده، دي حاجات ممكن تبوظ الصيام بتاعي. برضو العمل بتاعي، ان انا ما اتخاذلش في العمل بتاعي بحجه ان انا صايم مثلا او تعبان. فضيلة الشيخ أحمد، سمعنا رأي الناس عن الصيام وإن هو يكون مقبول وصحيح، رأي حضرتك في الآراء اللي حضرتك شفتها دلوقتي؟ كله كلام جميل وبتنبئ عن وعي الشارع المصري في إنه هو حريص كيف أحصل الثواب، كيف أصل إلى درجة الكمال أو ما يقارب الكمال في ثواب الصيام. فكل ده الحرص عليه بيضمن إن أنا أحصل على ثواب الصيام كاملاً، ان انا احافظ على الصلاة، ان انا ما ضيعش الاوقات، ان انا اتلو القرآن، ان انا احافظ على قيام الليل، ان انا اكثر من الطاعة، ان انا ابعد عن السب والشتم والعراك والخصومة وبدل اي حاجة خبيثة. دي جملة عجبتني جدا. نعم. يعني نعم. معانا رانيا. الو راوية. الو راوية، اهلا بيكي يا راوية من الجيزة، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا بس عايزه اسال الشيخ على حاجه. انا كان والدي مكان قطع رحم خالص، ما كانش بي يعني كانت ما كانش بيكلمني خالص، وما كانش اعرف عنه طريقه، يعني اول مره اشوفه كان عندي 15 سنه. يعني والدك كان مقاطعكم؟ ما كانش بيشوفني خالص، يعني هو كان ليه كان بيتجوز كتير وكان بيخلف كتير وكده، وانا كنت يعني من ضمنه، ما كانش بيسال عليا خالص. المهم لما اتصلت معاه وبقينا نتكلم، ما بقى يعني معلش كنت بتخنق، ما كنتش بعرف اقعد معاه خالص، ما كنتش بحب اقعد معاه وكده، ولما كنت بقعد معاه كان بالعافيه تمام. هو توفى عامه، بس كان بيظهر منه يعني بحس ان يعني معاملته ليا اوقات مش معامله اب لبنته تمام. يعني هو يعني توفى ولسه مؤثر فيكي بعد الوفاه؟ هو مؤثر فيا ان انا ما كنتش بسال عليه، ولما كنت بسال عليه مثلا كنت بحس ان هو بيعاملني معامله مش يعني، واحنا مع بعض مثلا في البيت كنت اوقات بحس انه بيصدر منه حاجات غريبه يعني. طب سؤالك فين يا راويه؟ يعني انت حاسه بالذنب ولا انت يعني سؤالك انا فين؟ انا عايزه اعرف انا كده هل عليا ذنب ان انا ما كنتش بتواصل معاه، او لما كنت بخاف منه بصراحه، كنت بحس ان هو بيعاملني معامله مش قابل بنته ابدا اوقات يعني. تمام يا راويه، خلاص يعني سؤالك وصل. طيب فضيلة الشيخ أحمد، نبدأ سريعا كده لأن الوقت مش قدامنا كتير، وحضرتك قلنا خلاص يعني كريمة وجهان هي نجتنب الأذى ونحاول على قد ما نقدر نجتنب الأذى، لكن طيب من غير نية القطيعة، لأن نية القطيعة مانع من كمال ثواب حتى لو مؤذين. مش احنا كده احنا نجتنب الأذى اهو، هم مش هيسيبوني برضو القطيعة في يعني. أنا القطيعة زي ما قلنا كده النية، نية الخصام، نية القطيعة. احنا بنتكلم دلوقتي على الإجراءات، ما يبقاش في قلبي نية القطيعة زائد ان انا مفيش مانع ان انا اجتنب
بقدر ما يدفع الأذى، وده ما نعتبروش من القطيع. طيب إيمان من القاهرة بتقول جوزها كان متجوز عليها قبل كده ورجع اللي كان مرتبط بيها وصرف عليها كل حاجة، وهي طلعت عليها كلام مش كويس، وهي عاوزة ترفع قضية خلع. ده قرار شخصي، يعني هي اللي تقرر هذا، ان انا اقدر استمر في هذه الزوجيه ولا ما اقدرش. يعني ما فيش راي دين في الموضوع ده؟ يعني لا، في راي الدين ان احنا هيا بنا نصلح. احنا عندنا يعني لو يسمح الوقت او المجال ان احنا نلجا الى المراكز المتخصصه في الاصلاح بين الزوجين. احنا عندنا في دار الافتاء مركز الارشاد الزواجي ممكن يعنى بحل مثل هذه المشكله. يعني طيب ام عبد الله من الجيزه كانت بتقول لابسه شراب عشان رجليها كانت مكسوره وفي اصابه، فده بيمنعها من الوضوء والصلاه المظبوطه. يعني طبعا ربنا يشفيها ويعافيها، مفيش مانع ان انت تمسحي على الشراب. الجزء اللي ظاهر من القدم ده اغسليه، لكن الجزء المغطى بهذا الشراب الطبي تمسح عليه فقط. بس هتمسحي عليه بقى مش زي ما بنمسح على الشراب العادي اللي احنا بيستر القدم كلها، بنمسح على ظاهر الشراب. لا، ده هياخد حكم الجبيرة، فهنمسح على الجبيرة الشراب كلها؟ كله. يعني من ورا ومن قدام. تمام، لان ده في حكم الجبيرة مش في حكم الشراب، لانه هو مش ساتر لجميع القدمين، في جزء مكشوف زي ما حضرتك عارفة. يعني تمام. ام محمد من الجيزه بتقول ابن سلفها ولد مش كويس، هل الدعاء على الاولاد ده؟ يعني هو الاجابه على السؤال ده مش فتوى بقدر ما احنا كنصيحه اجتماعيه. انا لو دعيت عليه حاله هيزداد سوءا وشره هيزداد عليا. طب ما انا ادعي له، ما انا ادعي له يقوم ربنا يصلح حاله ويكون قره عين لينا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني منعنا من الدعاء على الأولاد، يعني قال يعني لعل الله أن يخرج، لا دع المشركين كمان، نعم منعنا لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. فلربما واحد مننا يصادف ساعة الإجابة زي يوم الجمعة، زي وقت افطار، زي وقت السماء مفتوحة، فيا ربنا يستجيب له، يندم هو طول العمر على فكرة. تمام. الحاجة أم أمال هي الميتين ألف جنيه وعايزة تعرف الزكاة ولو شغلتهم. أنا أمال بتسأل، أنا فهمت إن هي بتقول هل كون إن أنا حطاهم في البنك ده حلال؟ حلال. طب كيف تخرج الزكاة في حال وضعها في البنك؟ خلينا بس نميز، في حال وضعها في البنك وبيطلع الربح بتجيب منه الدواء وبتصرف وكذا، تطلع 10% من الأرباح فقط. المال التاني اللي هي مشغلاه مع حد من التجار، حد من التجار وفي عقد رسمي بينهم وكذا، ده بيبقى زكاة التجارة لو هي تجارة 2.5% من رأس المال العامل. يعني 10% على المبلغ الموجود في البنك. ده بقى ده لوحده، وعشان كده قلنا ده قصة لوحدها مستقلة. وديعة في البنك بصرف من الأرباح بتاعتها، هطلع 10% من الأرباح فقط. لكن المال اللي هي مشغلاه مع قريبها، ابن اخوها او كذا، هنشوف ايه نوع النشاط اللي هو شغاله. فلو هو شغال في تجاره يبقى زكاه تجاره اللي هي 2.5% من راس المال العامل. لو هي صناعه او كذا فالصناعه لا زكاه فيها. تمام. نعم. سريعا يا فضيلة الشيخ، حسن والده مقطعه تقريبا من 6 سنين وبيحاول يرضيه ومش عارف. احنا عندنا حسن وعندنا الاستاذ علي بيشتكوا. حسن من والده، الأستاذ علي بيشتكي من والدته. فاحنا بنقول أدوا الذي عليكم واطلبوا الذي لكم من الله، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. أنا ربنا سبحانه وتعالى كلفني ببر الوالدين، هو كلفه أو كلفها بالإحسان إلى الأولاد، بحسن التربية، بحسن المعاملة. ربنا هيحاسب الأب الذي قصر في الواجبات التي عليه، وأيضا في نفس الوقت يحاسبني إذا لم أبر بوالدي. فأنا بعمل اللي علي، وعشان أجي يوم القيامة. أصل المعاملة يا سيدة الكريمة مش مكافأة. لا، هو زعلان، هي بتبقى بتأثر في النفسية. ما هو يجب أن نضع نصب أعيننا إن المعاملة مع الوالدين أو مع الأرحام ليست هي المكافأة، ليست هي المجاملة، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ.
في فرق بين المجاملة وإن أنا بنفذ تكليف ربنا سبحانه وتعالى كلفني به وفيه نوع مشقة. يعني هو يبر الوالدين؟ نعم. بغض النظر عن المعاملة اللي هو بغض النظر، هو بيعمل اللي عليه. طيب وفاء كانت بتقول هي مرتبطة بواحد وتجوزها وبعد كده راح وسابها واتجوز واحدة تانية، هي بتقول عندي أولاد أرجع لجوزي عشان ابني ولا لأ؟ ايضا يعني تشوف المصالح والمفاسد، هي دلوقتي في حرية تجد هل فعلا هو صدق في انه هو تاب الى الله وانه هو غير من حاله وكذا، فمصلحة بقاء الاسرة او مصلحة رجوع الاسرة ولم الشمل وتربية هذا الولد في جو اسري هي عايزة عشان الولد، بس هي نفسيا مش متقبلة الفكرة، هي صاحبة القرار، ما نقدرش نرغمها لا على الرجوع ولا نقدر ننهارها، ومش بيقع عليها ذنب في نفس الوقت على الولد اللي هي تحرمه من بابا، لها حرية القرار. لا هي لا تمنعه، معلش ده ملف وده ملف، لا ان هم يعيشوا مع بعض، ترجع عشان الوالد يعيش مع ابنه، ده قرارها تقرر ما تشاء. طيب اخر سؤال، روية من الجيزة باباها كان بيعملها وحش وهي وقطعها وهي ما كانتش بتسأل عليه لانها كانت بتخاف منه، ويعني قطعت تماما الصلة والاتصال بينها وبين والدها، والدها دلوقتي توفى، هي بتسأل هل عليها ذنب في الفترة دي ان هي ما كانتش بتسأل عليه؟ شوفي احنا ما نقدرش نقول فلان عليه ذنب وفلان ما عليهوش ذنب، يبقى احنا كده قضينا بين الاثنين وحكمنا بان احدهما هو المخطئ. ولكن دعنا ننتقل الى الوضع الحالي. ايه هو الوضع الحالي؟ انه مات وانها ضميرها بيأنبها، وهي على فكرة مهما قلت لها هي مش هتهدى، هي حاسة ان هي قصرت وان هي لم تبر حق. فاحنا على فكرة انا بطمنها ان باب البر لسه مفتوح. ازاي؟ الدعاء اللي ميت صالح يدعو له تزور عند قبره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث من زار قبر والديه او احدهما كل جمعة مرة كتب برا وغفر الله له، غفر له وكتب برا، يعني برا بوالديه. من البر بعد وفاة الوالدين أن يحسن الإنسان إلى من كان يحسنان إليه، أن يصل من كان يصلاه، وهكذا. فإحنا باب البر يا أستاذة روية لسه مفتوح، تقدري تتدارك هذا بالصدقة عن والدك، بالدعاء له، بقراءة القرآن. أنت لو بتختم القرآن اليومين دول توهبي الثواب لوالدك وربنا يتقبل. طب احنا عشان ما نكررش الموقف ده مره تانية، لو اب قاسي وبيعامل ولاده بشكل صعب جدا، وحضرتك عارف كلنا بني ادمين وبنحس بتصعب علينا قوي نفسنا، هم يعملوا ايه عشان ما تحصلش حاجه زي كده او يتعرضوا لموقف زي موقف راويه وتحس بالذنب اللي هي ما كانتش بتسال عليه ومقصره، يعملوا ايه؟ يعني الاولاد يعملوا ايه اتجاه سواء كان اب او ام؟ نحاول يا أستاذة بقدر الإمكان أن احنا نذيب الفوارق التي نصنعها نحن. واحد من الأعراب أو واحد من يعني كان في مجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أحفاده الكرام سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين، فالرجل استغرب، يعني أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال وما أفعل لك وقد نزع الله من قلبك الرحمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز الفتنة، أنت ليه عامل حاجز بينك وبين ابنك؟ على فكرة مشكلة كبيرة جدا بنواجهها في كثير مما يعرض علينا هذا الأمر. احنا عاوزين نتكلم عن الموضوع ده يا دكتور يعني بالتفصيل. يعني أنا للأسف وصلنا نهاية حلقتنا، بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. كل عام وحضرتك بخير. بشكر السادة المشاهدين الكرام، بشكركم جدا جدا، إن شاء الله يتجدد اللقاء بحلقة جديدة من فتاوى الناس. أشوفكم على خير.